بسم الله. سأل رجل أحد العلماء: هل أنا من الصالحين؟ أنت موجة، المريزة موجة كما علماء. أكمريزة سؤالي: هل أنا من الصالحين؟ يه ميمي إنزك وميونغوني ما وتويمة من الصالحين. فأجاب أكمجيبه: إن كنت تدعو لوالديك فأنت منهم. إكيوا ويوي ونوامبيا وزيواك ويجي دوا كلا سيكو بلا شك فأنت منهم، بس يوتا تكون ميونغوني مهاو الصالحين. أكسيما للحديث كمجمع حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم سيوم حديثي: أو ولد صالح يدعو له، أو متوتو ميمة متوتو صالح أكيمون بيم زيواك. كحديث أنبيو: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث: انتو كيف عمل ذاك إذن كاتيكا أذين دي إلى أمو متاتو، إكاجا علمو إن يكو واتكو نفايكنايو، صدقة جارية صدقة إن يكو اندليا، أو ولد صالح أو ولد صالح يدعو له، أو متوتو ميما كيمون بيه. Kwa hivyo katika haya mambo matatu, moja lenye kuendelea ikiwa mtoto anamwombea dua mzee wake au wazee wake wawili baada ya kufa kwao, inshallah anaingia miongoni mwa salihin, kwa sababu hamwombei mtu wazee wake wawili ila akiwa mina salihin. Wa in kunta, akaendelea kumjibu, wa in kunta tansa walidaika, na ikiwa wewe ni katika watu ambao wenye kuwasahau wazee wake wawili, فلست منهم بقدر نسيانك لهم، بس وهم ميونغون ما هو الصالحين وقدر يكساو كواك هو أمبيه وزير كوي. كيف نسمى أكثر من قول ربي اغفر لي ولوالدي، كثير شيء كتك قولي سيميني مرك ومر ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي أيوم ولاني اغفر لي ميمي نازيان قويلي ربي اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي، فإنها تجمع بين عبادتين البر والاستغفار. كسبب كسمى قولي رب اغفر لي ولوالدي هو كسانيا عبادة بيلي، موجة البر متوفر نكوى لمن يويمة ني بار لوالدي لوالديه، كويبو هيني عبادة وبالوالدين إحسانا. من زمونغو أمسي سيزيزا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أمسي بتشا حكمياك الله أمسي مبود إلا إيه نوازي وإيد وفنيو إيما. تساكو موجة كتكنجزة وفنيو إيما ني كوان بيعدوا كلا سيكو بعد كفاكوا فبكفيد والوالدية. كويفو إيه رب اغفر لوالديه فإنها تجمع بين عبادتين، هو كسانيا عبادة بيلي البر ويما والاستغفار. الاستغفار: تبتم حيث كنتم وغفر لكم ولوالديكم وجميع المسلمين. إن شاء الله نزمونكو أكو جاليني ويما أكو غفريني ذنب زينو نوازي وينو نجميع المسلمين.